شهد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة مشاركة الصقارة السعودية عذاري الخالدي بعد تدريبها صقر لأكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مشاركتها تأتي إصرارا منها إلى الوصول إلى هدفها والفوز. كلنا معك عذاري وإن شاء الله الفوز حليفك. يعني أنا بالذات كان هي أنا كنت حكون صقارة، بس هي جات عذاري أخذت المنصب. طيب، وتعتبر كمان كأي أول سيدة بتشارك في مسابقة المرواح. يعني قديه جميل جدا هذا العام. توفيق لك يا عذاري، وطبعا هنا في صباحكم أس بي سي نتمنى لك كلنا دوام التوفيق. هيا ننتقل في خبرنا الثاني، وبيقول الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمهتمة بالمحافظة على الموروث الثقافي والأثري في المنطقة تؤسس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا. جميلة جدا النمور، وقد إيه هي موروث ثقافي عربي بيمثل الثقافة العربية.